مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن الحكم الذي صدر اليوم على الناشط حيدر الزيدي بتهمة إهانة ميليشيا الحشد، ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة صلاح الدين الناشط المدني كرار محمود. أهلا بكم سيد كرار. بداية، محكمة جنايات الرصافة قضت بالحبس المشدد 3 سنوات على الناشط حيدر الزيدي بتهمة الإساءة لميليشيا الحشد. بداية، كيف تصف الحكم، لا سيما وأن قانونيين يرونه عقوبة ظالمة؟ التحية طيبة لكم ولقناة رافدا. حياك الله. إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أشخاص في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض وقاضي السماء. اليوم نقف مدافعين ومناصرين لحيدر الزيدي وكل من يتعرض لانتهاك في التعبير عن الرأي. اعتقال حيدر الزيدي كان في تاريخ 6/6/2022 من قبل الامن الحشد، وبعد 12 يوم تم اطلاق سراح اطفاله. اليوم المحكمه كانت مالته اصدرت الحكم بالحبس 3 سنوات. هذا الحكم جائر ومنافي للعداله الموجوده في العراق. القضاء العراقي للاسف بدا يسقط بوصله في العداله. نعم. استنشاق عراقي عقوبه حبس 3 سنوات بتهمه الاساءه لمؤسسات الدوله. هذه المادة اللي نحكم عليها اللي هي 226، هذه مادة مطاطة يستخدموها وفقا للحاجة. من يحتاجوها يستخدموها، من تحتاج الميليشيات يستخدموها. نعم. ومن يعني سيد كرار، هناك كما تعلم قانون الجرائم المعلوماتية التي تسعى الحكومة إلى إقراره عن طريق البرلمان. حكم حيدر الزيدي جاء قبل إقرار قانون الجرائم المعلوماتية، ماذا لو أقر هذا القانون؟ كيف سيتم التعامل إذن مع الناشطين الذين يعبرون عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالتأكيد يعني هذا موضوع مبين، وهذه الحكومة الحكومة الإطارية الحكومة الإنشاوية لا نستطيع أن نقول أنها إنشاوية يعني تحاول فرض هذا القانون ولكي تبدا بعمليات الاعتقال وعمليات الاعتقال لكل من يعارضها في الراي او لكل من يعلق او ينشر تغريده او بوست. هذه يعني نفس الجهه اللي تدعي انها سلفت بمنشور حيدر الزيدي قامت بمحاصره في المنطقه الخضراء. نعم. كانت تحاول اعتقال رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه. نعم. يعني تخيل، يعني تخيل الكيل بالمكيالين، يعني تخيل حكومة العمائم. سيد كرار، نور المالكي في يعني التسريبات التي يعني نشرها الصحفي علي فاضل كان قد وصف ميليشيا الحشد بأمة الجبناء. يعني المالكي لا يزال حرا طليقا إلى الآن، لم يحاسب على ما قاله من تهجم على قيادات الحشد. لماذا إذن عندما يعبر مواطن عراقي عن رأيه بكل صراحة يسجن، في حين قائد الكتلة السياسية لا يمس؟ هو لذلك نقول أن القضاء العراقي للأسف بدأ يفقد بصلة العدالة. يعني حيدر الزيدي يفقد 3 سنوات بسبب منشور يفتقد به الحشد، بينما نور المالكي كتم الحشد وسماه أمة الجبناء. نعم. لا يحاسب ولا يحاسب ويفرح ويمرح. فهذا نفس القانون اللي يطبق على المواطن الضعيف ويترك ختام الفساد والاجرام. قضية حيدر تثبت بشكل قاطع عدم استقلالية السلطة القضائية، تواطؤها مع المجرمين الكبار، وتواطؤها مع الفاسدين. الأمر الآخر، الحشد الميليشيات اللي تقاضي اللي تقاضي على قول اللي تتقاضى عفوا تتقاضى على قول نور المالكي لما يقول أمة الجبناء. نعم. لأن استقاضت عن قول نور المالكي، هل دلالة على أنه فعلا أمة الجبناء؟ لأن لو مو صحيح كان قاضوا حاكموه. طيب، هناك نقطة سيد كرار قبل التعليق أو المنشور الذي قام بنشره حيدر الزيدي. هناك تقرير كان قد صدر من منظمة هيومن رايتس ووتش يصف في التقرير جرائم ميليشيا الحشد بأنها ترقى
إلى مستوى جرائم داعش من حيث حجم الانتهاكات التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية. هذه حقيقة أقرتها منظمات دولية قبل أن يعلق حيدر الزيدي أو غيره من الناشطين ويتحدثون عن هذه القضايا أو عن انتهاكات الميليشيات. ما الغريب إذن في الموضوع؟ لماذا تصادر حرية حيدر؟ لماذا يعتقل بهذه الطريقة في حين حقيقة الانتهاكات التي ارتكبت على يد ميليشيا الحشد تعلم فيها المنظمات الدولية قبل المواطن؟ يعني قلنا مسبقا أن هذه الجهة نفسها يعني جرائمها كبيرة وعديدة، بالخصوص في محافظاتنا جرائم يعني كبيرة جدا، جرائم المغيبين في محافظة صلاح الدين اسمها 3 مغيب، في محافظة الأنبار كذا ألف مغيب، وفي الموصل وديالة وكركوك الاعتقالات بدون أمر قضائي، تغييب الناس أسرعا، جرائم عديدة وكبيرة، لكن يعني لا تخاطر علينا. هذا القضاء يعني للأسف يعني هو النافذة الوحيدة اللي ينظر إلها الشعب المواطن الضعيف بأنه ينصره، لكن للأسف اليوم القضاء أصبح أداة هؤلاء يستخدمون متى شاءوا ويمسون متى ما شاءوا. مش يعني هاي مشكلة كبيرة جدا. ناتي هنا إلى سؤالي الأخير لك سيد كرار، إذا سمحت لي نظرا لضيق الوقت، هل ستثني هذه التصرفات أو السياسات المتبعة من قبل الحكومة النشطاء والعراقيين الثوار وغير الثوار عن التعبير عن آرائهم بخصوص الأحداث أو الحقائق الموجودة في العراق أو انتقاد أي جهة، هل ستعيق قيام ثورة جديدة؟ اليوم كانت مظاهرات في بغداد، وقفات في بغداد والديوانية والعديد من المحافظات، لم يتوقف الثوار ولم يستسلموا لطمع الحريات حقيقة، ولم تسمع حتى عزيمتهم. هذه الدعاوي الكلبية دعاوي باطلة، وسيستمر الثوار حتى إزاحة هذه الحكومات الفاسدة والمجرمة. اليوم كما أثبت أن هناك العديد من الوقفات في حتى في النجف الإيرانية وفي بغداد، والأيام قطعا يعني ستشهد تظاهرات إلى ما استمرت هذه المحاولات الإجرامية من قبل السلطات القمعية. نعم. حقيقة التضامن مع حق حيدر بالتعبير هو تضامن مع حق أصيل وقانوني للمواطن العراقي. نعم. السكوت معناها القبول بهذا المصير الذي ينتظرنا مستقبلا. طيب، أنا أشكرك شكرا جزيلا الناشط المدني كرار محمود، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة صلاح الدين.